مرة أخرى مرحبا متابعينا الكرام مباشرة من مدينة سيدي بنور من أمام أصحاب الطاكسيات، أصحاب الطاكسيات اللي كيتشكاو من النقل ديال الكيران مع موال الكيران. كما كتشوفوا المحطة ها هي كيقال لك أن أصحاب الكيران تيخليو على المحطة وتيهزو على الطاكسيات. هذا اللي كيستنكروا اصحاب الطاكسيات انهم كيخليو على باش يركبوا الناس من تما تيركبوا من طريقنا تيهزوا للبلايص. اصحاب الطاكسيات طالع عليهم الدم ديال بصح. احنا غادي نشوفوا اشنو غادي نقول. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بخير بخير سيدي الحمد لله. الله يحفظك اخويا سي زوين. عندكم من بعد الشكايه ديالكم مرحبا تعرضوا كما كنقولوا حنايا للاهانه من طرف اصحاب الكيران بزاف اخويا بزاف. ولاو كيجيو يهزوا لكم البلايص من 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 حداكم من هنايا. بزاف اخويا كنتعرضوا بزاف ديال داك ماشي الظلم كذا. راه الكار كيوقف عند الستاسيون الهير راه اربعه الكورتيه جالسين عند الستاسيون. اربعه الكورتيه جالسين تما البلاصه اللي جات كيشدوها بلاصه ما تيناش كنتسايلوها حنا. السيد كاع كيكون غادي جاي للطاكسي وكيردوا بلاصه ما تينا كنتسايلوها تما يا سيدي. والكار راه كيوقف تما تيعمر على خاطره ويمشي. ولا اله الا الله لا اله الا الله. حنا تقهرنا الناس راه حتى كتشوف. سرح اخو عينك راه كاين اللي ما خارجش من البارح. من البارح ما خارجش اخويا. سر عينك راه شوف يعني شوف يعني ولاو دابا الكار كيجي من هذاك الكيران كاملين ماشي عكار واحد. كلشي كيوقف تما يهز البلايص باش يدخل المحطه ولا شنو؟ ما كيدخلوا كاع المحطه. يدخل المحطه كاع اللي يدخل وكاين اللي ما يدخلش. كاع اللي جاي من الدار البيضاء ما كيدخلش كاع كيجي تما يوقف ويزيد ديريكت يهز البلايص. هز البلايص اللي يلقاها يديوها يمشيو اخو. هذا لا صافي دابا كنتسكو من 4 بلايص. دابا ولاو دابا الحمد لله دابا كاينين 5 بلايص. دابا الساعة كاين 5 بلايص واخا حتى الوقت شوية من ضرورة الحمد لله. بنادم راه مسير وقت باش ما كان باش ما عطى الله. خلص كرا وخلص طريطة هادشي اللي كاين. شي حاجة أخرى راه ما كايناش. حنا ضروريين ضروري بزاف ماشي ما بزاف. سمعي الوقت راه مهرسة ماشي ما مهرساش. راه الحمد لله على هذا الوقت ديال هاد كورونا. راه بنادم حنا ما غنقول الحمد لله الحمد لله على كل حال. وضايعين بزاف داك راه ما عندنا لا محطة لا والو. كان الناس جو المسؤولين الناس مسؤولين. شوفوا هاد المحطة كي دايرة الله يجازيكم بخير. حنا عيب زبالة ها انتوما شوفوا حاشاكم. شحال من خطرة كنقولوا هاد الهضرة وكنعاودوها. شحال من خطرة الناس المسؤولين. شوفوا الزبالة اللي بغا يبول حاشاكم. المرأة اللي بغات تبول ما تبقى فين تبول هنا. ما كاينش شي حاجه. حنا شحال قلنا وكنخلصوا كنخلصوا القوانين الواجبه ديالنا. كلشي كيخلص وبالزائد بالزياده كاع الموارد هي هنا في سيدي بنور. بلايص اخرين كيخلصوا 2600 حنا كنخلصوا 4600 هنا 6000 6400. كيفاش تلقيت انت الخبر ديال الطوبيسات غيداروا؟ واخويا الطوبيسات اش غنقول لك؟ ما حنا الطوبيسات حنا ماشي ضد الطوبيسات. سمعتي حنا ماشي ضد الطوبيسات ولكن سمعتي حنا ماشي ضد الطوبيس. حنا مع المواطن الطوبيس اي يكون ماشي ما يكون. ولكن راه خاصنا وزينات خاصنا شركات فين يخدموا هاد الناس اللي غايجيو اللي غايجيو يدويو. سمعتي خاصنا شركات بعدا هما الاولين. ما طوبيس حنا ما غادي نقولوا طوبيس ضد طوبيس ولا شنو. اللي جات مرحبا. حنا ماذا بينا تنمى البلاد ماشي ما تنماش ولكن تنمى بواحد ذاك. خاصنا شركات خاصنا وزينات اللي يجي المواطن. حنا دوكا كتلحق 9 ولا 10 ما باقيش تجيب حتى 1000 فرانك ما تجيبهاش. وماذا بك طوبيس اش غايجيب؟ سمعتي حنا طاكسي هذا دوكا كتلحق 9 ولا 10 ما يجيبش بلاصه 1000 فرانك ولا شنو منها ما طرقش الجمعه ولا ماذاك ما يجيبهاش. حدو الصباح يجيب. انا باغي يجي يصاوب شي واحد لاكار. اي راه هذه هاك السي هاك تفضل. شنو المشاكل اللي عندكم؟ المشاكل حنا ماشي ضد الطوبيس. حنا الطوبيس مرحبا به كل غادي يدير رزقه. سمعتي كل غادي يدير رزقه. غير هو خاصنا حنا شي حاجه اللي تروج البلاد. خاصنا شي حي صناعي. خاصنا شي وزير اللي يخدم شي 400 ديال الناس. خاصنا شي شركه اللي تخدم خياطه للدريات. هادشي خاصها تروج البلاد. احنا دابا طاكسي هنايا كتمشي مثلا الجمعه ديال المطل تسعود وبقى تجي بلاصه. اش كيجيو يديروا الناس من تم؟ اللي بغى يجي يصاوب لاكاط ولا يجي على الطبيب. هادشي اللي عندنا عندنا اللي بغى يجي للطبيب ولا اللي بغى يجي يصاوب لاكاط ولا بغى يخلص الضو. صافي هادشي اللي كاين. المشكل عندكم مع الكيران دابا؟ الكيران اخويا كيقولوا لنا نديروا الريكولاج وما كاتبين لنا كورتيه. انا عند المحطه هذه هي الستاسيون هنا دابا كدايرين لنا كورتيه ومن تما بلاصه وبقى تصل عندنا اليوتوبيه. دابا انا جاي شهر ولا شنو ما بقاش شي طاكسي يخرج لمراكش. الدراري هما كاع كلشي هنا كيتسولهم. البلايص دابا ولا الكورتيه تما اي بلاصه كيجمعوها كيخرجوها الكار. صافي ما بقاش نحس تفيننا كاع. ها هما الدراري هما حدايا. لقى لك شي واحد عمره خرج لمراكش
مال بهاد الوقيته كيبدا عندنا كدا تنمع عندنا الوقت وكدا تحرك عندنا الوقت. دابا والو ما حاسينش حنا بالصيف كاع، محرومين من الرخصه، ما حاسينش بيه كاع، ما كاين والو. كاين كاع المدن حنا بغينا هذوك الكورتيه يدخلوا للمحطه والكارت هو يدخل للمحطه يوساو كل يدير رزقه، كل يدير رزقه. ماشي يبقى دابا الكورتي حنا بلاصه اللي جايه عندنا في غادي خويا لوسويه على الكارجي، في غادي خويا لمراكش على الكارجي، وحنا اش غنديروا في الطاكسي؟ بغيناك تشوف لينا الحاله ديال المحطه كي دايره، تشوفها تجي معنا هنا شوف هاد الحالة. ما كاين لا محطة لا والو، ما كاينش انت هاد الحالة ديال المحطة. انت كتشوف هاد الحالة يعني هاد الوضع ديال المحطة. المحطة يعني ما عندكم لا فيه السيارات لا والو. شوفوا المحطه الثالثه، هذه المحطه ديال الكيطور، راه دايرينو احنا، قول راه دايرو ذاك الشيفورات هما اللي راه من مالهم الخاص جمعوا الريالات وداروا ذاك هاد الخزينه باش كيضلوا فيها الناس، هي اللي كاينه. يعني المسؤولين ما دايرين حتى حاجه، ما كاينه حتى حاجه دابا، ما كاينه. كتخلصوا القوانين، كلشي كيخلص القوانين ديالهم، واش لنا حتى حاجه ديال الماليه؟ سمعتي، اما بالنسبه للرخصه خاصنا رخصه، رخصه ما كتعطاناش. المغرب دابا كامل كيدخل لمراكش ويعطيهم رخصه، حنا باقيين محرومين. دابا حنا الناس كيجيو كيقول لك اودي مراكش ما كنديهمش، ما عندناش رخصه ديال مراكش ما كتعطاناش. احنا مازال عا كندورو، راه اللي ما عنده اللي ما كيخدم غير الجماعات. مراكش ما كديوش؟ ها ما كنديوش، ما عندناش رخصه. وكيجي الكار كيدير لكم كلشي؟ كار كيدي كلشي، كار غادي لمراكش والطاكسي لا، كار من حقه يدخل ويهز 100% عامر والطاكسي لا. الرخصه ما كايناش، رخصه ما كاينه، ما كتعطاناش تريزاسيون ديال ذاك، باقا ما كتعطاناش. لا بغينا ما ذاك سمعتي. ومن بالنسبه للجوتيني اخو على ناحيه الطوبيس، الطوبيس حنا ماشي حنا الطوبيس كنشوفوا لولادنا مزيانه، راه مزيان الوقت الدار، ما كنشوفوا الغد بنادم لواحد الوقت. اولادنا حنا ما عندنا، حنا وقتنا غادي يدوز باش معطى الله، غادي نعديو معاه باش معطى الله، ولكن نشوفوا واحد الوقت. ربما البلاد صعوبة سيدي، وبغينا كلشي ما يبقاش هادشي. وخير الله مشاكل، الله يرحم الوالدين، خير الله مشاكل عندنا في هذا السيدي بنور، ماشي عافداك. ما عندنا مسؤولين، ما عندنا النقابات كدوي علينا، ما كاينه حتى حاجه، ما كاينه. دازت التغطيه الصحيه دابا اللي عنده الواد في سميتو اي خلص ذاك، ومازال ذاك الناس اللي شايفورات ما عندهم حتى حاجه، ما عندهم حقش، باقي ما استفدوا ما حتى حاجه. اللي الناس اللي خلصوا اللي عنده الكريم الواد يعني عنده العقد النموذجي في سميتو، عنده ذاك راه استفد راه خلص، واللي ما عندوش راه باقي ما مستفدش. راه بالنسبه للمواطن باقي ما استفدوش من التغطيه الصحيه ذاك، بالنسبه للشايفورات اللي عاصيقين اللي عنده الواد ديالو في سميتو. مرتين من كل شيء، مرتين من كل شيء، مرتين من كل شيء، مرتين من كل شيء. والطاكسي لا هزها دري صغير يدخلوا الفوريان، دري صغير لقى وحده يدخلوا الفوريان، والكار راه هاز 100%، كار هاز 100%، وذاك النقل ذاك النقل المزدوج تا هاز 100%. ولا اله الا الله محمد رسول الله. بنادم راه شنقول لك اخويا في هذا السيدي بنور، لا اله الا الله. هاك اخويا السلام عليكم. سير سير هضر 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 لحقك، هضر لحق على جل عندكم باش تهضروا لحقكم. عليكم السلام. شنو المشكل عندكم مع اصحاب الكيران؟ كلكم كتشكوا من اصحاب الكيران، الكيران داروا لنا، الكيران داروا لنا، شنو المشكل عندكم معاهم؟ الكيران سيدي عليا كيجيو كيوقفوا في عندنا، كيجيو الصراصين وما يدخلوا المحطه لا والو، كيجيو الصراصين ووقفوا، ما كيليدوا معاهم ما كاين ذاك. والطاكسي محظي بزاف، الطاكسي كيهزا عطينا غير 4 بلايص، يلاه زادونا بلاصه 5، لا زدتي غا بلاصه ما حد يطاكسي يدخل الفوريان على حساب بلاصه وحده. شتي اللي اش كطالبوا انتم دابا؟ كنطالبوا بمحطه، كنطالبوا بطواليطات اللي يديروا لنا طواليطات، تشوف الدنيا كي دايره عندنا هنايا. كنطالبوا بذاك الصراصيون، عندنا اغلى الصراصيون عندنا في هذا السيدي بنور، اغلى الصراصيون ما هو عندنا حنايا في هذا. في مدن اخرى كاين 2400، حنا عندنا 6400 اللي دايرين حنايا اغلى الصراصيون، وما عندنا لا محطه لا فين نوقفوا لا حتى حاجه لا والو. هادشي اللي عندنا. شكرا شكرا. غادي نشوفوا الاخ هذا سي خالد. بسم الله، السلام عليكم، وتحيه نضاليه للسائقين المهنيين الشرفاء. عندنا خويا زهير جوج مشاكل عندنا في القطاع، عندنا جوج مشاكل واساسيين، مشكل ستاسيون ما ومشكل المحطه. ستاسيون ما 6400 3 شهور وما عندناش معطيك الخطوة. هاد البلاد واقفة دابا، حنا هاد البلاد ديال مواليها ماشي ديال السلطة. كان خاصو 6400 3 شهور، والمغرب كامل المملكة كاملة 2400. على سيدي بنور بالضبط، على سيدي بنور علاش؟ وخلصنا كورونا، خلصنا كورونا، واقفين كاع وخلصنا. ومشكل ستاسيون ما
والمشكل ديال المحطه ما عندناش. وبقيت العجاج في الصيف العجاج وفي الشتاء الغيس. كنطلب من المسؤولين الله يرحمني من الوالدين الا ما يشوفوا من حالنا بزاف. اللهم لبستي صباط الله يرحم الوالدين وشكرا. تحيه لنضير الشباب. تبارك الله. كما تابعتم على متابعي الكرام مباشره من امام طاكسيات نايضه ديال بصح مع اصحاب الكرة لانهم كيقول لك انهم كيهزوا لهم البلايص ديالهم. مرحبا سيدي. مرحبا. هاد المنظر الاخوان مصاوبين الشيفورات، الشيفورات اللي مجمعوا فلوس وصاوبوا المنظر في بركون الركاب. الله يرحم الوالدين. خاصنا كلشي خاصنا هنا. الطواليط حتى ما كاينينش. ما كاين الطواليط لا والو. الطواليط لا تقول. ما كاينينش. كنتلاقوها ما تلاقوها من الحيط. ولا جات مرأة كتجي جنب الحيط. والله العظيم كتجي مرأة باغا تحطي الماء كتمشي جنب الحيط. كتجي جنب الحيط مرأة كتجي جنب الحيط. عيب والله لا عيب. كتجي جنب الحيط. والله لا عيب. كما تابعتم معنا المتابع الكرام ان شنو وقع عند اصحاب الطاكسيات من هنا من قناه شوف تي في. نقلنا لكم هذا البث المباشر باش نوصلوا الصوت والمعاناه ديال المواطنين. كما كتعرفوا ان قناه شوف تي في قناه الشعب، قناه المستضعفين، قناه صوت لمن لا صوت له. اليوم جينا وصلنا الصوت ديال اصحاب الطاكسيات من بعد ما تحقروا وان الكيران تهزوا بلاصه. من هنا من مدينه سيدي بنور دمتم في رعايه الله والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.